تمردات مسلحة على الشرعية وأوبئة فتاكة وكوارث أخرى، كل ذلك ولم يطل الرئيس هادي على اليمنيين. إلى متى سيظل الرئيس في الرياض؟ وما تأثير غيابه على الوضع في البلاد؟ أهلا بكم. لا يتذكر اليمنيون متى كانت آخر مرة خرج فيها الرئيس هادي لمخاطبتهم أو إبداء اهتمامه بما يمرون به من مآسٍ. 5 سنوات والرئيس هادي في الرياض، انفصل فيها كليا عن كل ما يعني اليمنيين من قضايا يومية كما يقول كثيرون. تقول المصادر المقربة منه إن الرجل لا يستقبل أحدا من رجال الدولة إلا في نطاق ضيق جدا، ولا يقوم بالمهام المفترضة على رئيس يمر شعبه بأكثر من انقلاب وأكثر من حرب وأكثر من مجاعة. ترى هل مات الرئيس؟ لطالما تكررت هذه الإشاعات والتي سرعان ما ينفيها مصدر مقرب أو مسؤول في الرئاسة، لكن ما لا تستطيع المصادر نفيه هو الموت السياسي وغياب أي دور ملموس يراه المواطن في صالحه للرئيس كما يؤكد مراقبون. لماذا اختفى هادي وكأنه ليس الرئيس؟ وفي ظل هذا المشهد المعقد، ما هي السيناريوهات المحتمل حدوثها إذا غيبه القدر يا ترى؟ يا أبناء شعبنا اليمني العظيم، 5 سنوات من الإقامة في الرياض قضاها الرئيس عبد رب منصور هادي بعيدا عن البلاد، باستثناء زيارات قصيرة لم تتجاوز بعضها ساعات، ومن ثم العودة مجددا إلى مقر إقامته، وهي أطول مدة قضاها رئيس يمني في الخارج، وربما أطول مدة قضاها رئيس خارج بلده على الإطلاق. خلال الأعوام الخمسة الماضية لم يستثمر الرئيس هادي التفاف غالب القوى السياسية حوله والدعم الدولي الذي حاز عليه في سبيل إعادة مؤسسات الدولة ومواجهة انقلاب ميليشيا الحوثي وصالح وما أعقبه من أحداث. وإضافة لغيابه الطويل وانفصاله عن حياة اليمنيين منذ 5 سنوات وفشل مؤسسات سلطته، أضاف هادي طبقة جديدة من الغياب، حيث توقف عن الظهور في اللقاءات والاجتماعات الرسمية وعن قراءة خطاباته التي يوجهها للشعب في المناسبات، واكتفى بتكليف موظفين ومذيعين لقراءة البيانات الرئاسية. أيها الشعب اليمني العظيم، وفي الآونة الأخيرة يبدو أنه تنازل عن حضوره لصالح حضور رئيس الوزراء معين عبد الملك المرضي عنه سعوديا كما يؤكد كثير من المراقبين. وفيما يثار الكثير عن الحالة الصحية للرئيس هادي، إلا أن الواضح أن الدواعي السياسية هي الأكثر تأثيرا في مسألة غياب الرئيس. بحسب البعض فإن هذا التواري عن المشهد يمثل تغييبا متعمدا للرئيس هادي، وهو الأمر الذي تتقاطع من خلاله مصالح عدد من القوى الإقليمية والدولية في ظل المساعي للذهاب نحو حل سياسي للأزمة اليمنية من دون هادي. إلا أن الغريب هو ذلك الصمت الذي يشبه التواطؤ من جانب القوى السياسية اليمنية التي يبدو وكأنها لم تعد تنتظر الرئيس هادي، ولم تعد ترى في مؤسسة الرئاسة كآخر ما يمثل إجماع اليمنيين في هذه المرحلة. في العام 5 للحرب تبدو خيارات اليمنيين أضيق منها لحظة بدء الحرب، وبإضافة مسألة مصير مؤسسة الرئاسة يبدو مستقبل الأزمة مفتوحا على الكثير من الخيارات التي قد لا تكون في صالح القضية اليمنية. مجددا ترحب بكم مشاهدين الكرام إلى هذه الحلقة من المساء اليمني، كما أرحب بمن ينضم لي فيها عبر السكايب الدكتور علي العبسي المحلل السياسي من برلين. أرحب بك دكتور. إذن دكتور، لو نبدأ بسؤال الحلقة، أين اختفى الرئيس هادي خلال هذه الفترة الماضية برأيك؟ ربما يعني هناك أسباب كثيرة لتواري الرئيس عبد الرب منصور هادي عن الأنظار. الجانب الصحي أيضا يشكل أحد هذه الأسباب، وهناك أيضا أسباب سياسية أخرى. أنا في ظني أن الرئيس يغيب اختياريا وليس مجبرا، يعني حتى إذا كانت حالته الصحية لا تسمح أحيانا، ولكنه كان بالإمكان أن يظهر في استقبال هذا الوزير أو ذاك أو استقبال سفراء أو ذاك كما كان يتم الأمر. الرئيس يعني من الواضح أنه لم يعد لديه ما يقدمه، يعني أعتقد الرئيس هو
غياب احتجاجي أكثر من هو غياب يعني مجبر عليه. يعني منذ عدة سنوات لا يوجد شيء جديد تقدمه الحكومة الشرعية اليمنية، لا يوجد شيء جديد يقدمه الرئيس هادي للناس. الأوضاع تسوء أكثر وأكثر، الوضع يتعقد أكثر وأكثر، وبالتالي لم يعد هناك معنى من ظهور الرئيس. حتى الخطابات تقريبا لو سمعنا خطاب الرئيس هادي اليوم فإنك لن تستطيع أن تميزه بأي يعني في أي عيد أو أي مناسبة كان. يعني لا، تشابهت الجمل وتشابه الخطاب، ولم يعد هناك شيء جديد يقدمه الرئيس هادي. أعتقد الرئيس هادي اختار الغياب يعني بنفسه بمحض إرادته، حتى أنه لم يعد يجد شيئا يقدمه للناس، أو ربما هذا الغياب هو نوع من الاحتجاج ضد السعودية، ربما ضد أيضا النخبة السياسية اليمنية التي خذت الرئيس، ضد القوى الدولية. هناك سبب ما، أنا لا أعتقد أن الرئيس أصيب بالمكروه، لأنه ذلك كان سيظهر مباشرة، لا يوجد شيء يختفي يعني طيب أبداً. لكن يعني هذه القوى السياسية هل يعني هي من غيبت الرئيس أو هو غيبها؟ كيف تقرأ العلاقة ما بين القوى السياسية والرئيس هادي؟ يعني لا نستطيع أن نميز بين الرئيس والقوى السياسية، هم في ساحة واحدة. يعني لا يوجد شخص يستطيع أن تغيب الآخر، الرئيس لا يستطيع تغيب القوى السياسية اليمنية إذا إرادته هي الحضور، والقوى السياسية لا تستطيع تغيب الرئيس إذا أراده هو الحضور. هناك نوع من الساحة مفتوحة، ولا يستطيع أحد أن يلغي الآخر. للرئيس صلاحياته وللقوى السياسية اليمنية نفوذها وكلمتها أيضا. يعني لكن يبدو أن الوضع بمجمله، المآلات التي وصلت إليها القضية اليمنية والحرف في اليمن وصراع في اليمن، يعني هي ما دفعت الجميع إلى التواري، وأن يصبح صوتهم أكثر خفوتا. لم يعد لديهم شيء يقدمونه. يعني المواطن اليمني ماذا سيقولون؟ يعني ماذا بإمكانهم أن يقولون؟ أيضا هناك خلل كبير في النخبة السياسية اليمنية، وفي التي تشمل إذا ما أجر ما تشمل الرئيس هادي وكل النخبة السياسية اليمنية، قادة الأحزاب، أيضا رجالة الدولة، حتى النخبة الاجتماعية في يعني زعماء القبائل والمشايخ والقوى الاجتماعية والوجهات الاجتماعية، أصبحت يعني هي نتائج يعني سنوات، عشرات السنوات وعقود من الفساد التي أدارته الأنظمة السابقة، وجزء من كبير من يعود إلى نظام الرئيس السابق علي عبد الله صالح. كل هذا خرب وسمم وجرف النخب السياسية اليمنية والنخب الاجتماعية اليمنية، ولم تعد في محل المسؤولية أو القدرة على انتشال الوضع اليمني في ما هو فيه، وإنقاذ الشعب اليمني وإنقاذ الوطن اليمني مما يحصل فيه الآن. ولذلك هي أصبحت عاجزة، الكل عاجز، ليس فقط الرئيس عبد الرب المنصور هادي، ولكن أيضا القوى السياسية اليمنية التي سلمت كل قواها، كل قراراتها، كل خياراتها، أو ربطتها بقوى أجنبية وبقوى إقليمية، ولم تعد راكنة على الشعب اليمني، والشعب اليمني أيضا لم يعد يستطيع الركون إليها. هناك خلل في النخب اليمنية يمتد كما قلت من الرئيس إلى القوى السياسية إلى أصغر مسؤول يمني على الساحة، وهذا ما وصلنا إليه. يعني بعد أكثر من 5 سنوات لا تجد مسؤولا تستطيع أن تقول أنه يؤدي واجبه. لكن يعني دكتور، يعني دكتور، آخر ظهور للرئيس هادي في كلمة لليمنيين، أقصد ظهور هو يتحدث فيها لليمنيين، وليس كلمة ترسل ل يعني للتلفزيون اليمني ليلقيها مذيع على الشاشة. آخر كلمة تقريبا كانت في أكتوبر 2018. في مثل هكذا ظروف، كيف يمكن لقائد أن يختفي في ظل ظروف صعبة مأساوية للشعب، انقلابات، تمردات، أوبئة، كوارث طبيعية إلى آخره؟ كما قلت لك، يعني الرئيس هذه لم يعد لديه شيء يقدمه. يعني ماذا سيلقي؟ سيلقي خطابا منمق العبارات، خطابا يدعو الى الوحده ويؤكد على اليمن الاتحادي، خطاب انشائي لن يقدم شيء على الارض. للاسف الشديد الحكومه اليمنيه والرئيس هادي ليس لديه ادوات حقيقيه على الارض. الدوله اليمنيه الان صحيح انها مختصره في الرئيس هادي، ولكن الرئيس هادي لا يمتلك ادوات الدوله الموجوده على الارض. لا يوجد هناك ادوات حقيقيه للدوله اليمنيه للتاثير على الارض او ايجاد فارق على الارض بالنسبه للشعب اليمني. لا يستطيع الرئيس هادي ان يقول كلمه او خطاب ويوعد الشعب بشيء ثم لا يستطيع تنفيذه. ولذلك اعتقد انه غيب نفسه اختياريا، لا اعتقد ان احد يستطيع تغيبه. ليس من مصلحه السعوديه ان تغيب الرئيس هادي ما دام هو يعني متوافق مع رايها، متوافق مع مواقفها وقيادتها للتحالف العربي. لا اعتقد انها ستغيب الرئيس هادي، بل بالعكس من مصلحتها ظهور الرئيس للتغطيه على سياساتها وسلوكها في اليمن. ايضا القوى السياسيه اليمنيه ليست من مصلحتها ايضا غياب الرئيس. فكما قلت انا اعتقد واظن وظل جازما بان الرئيس هادي غيب نفسه اختياريا، يعني لم يعد لديه ما يقدمه للناس، لم يعد لديه اي شيء يحدث فارقا في الناس. الوضع ساء اكثر، يعني عام 2016
يعني كان افضل من 2017، و2018 كان و2017 كان افضل من 2018. الوضع ساء كثيرا منذ تلك السنوات، وبالتالي الخطابات لا يستطيع الرئيس يعني ان يقول يقدم شيئا فيها جديدا، يعني لذلك وجوده من عدم، يعني وجوده وظهوره من مثل عدم، يعني لم يعد يستطيع الرجل ان يقدم شيئا، وبالتالي يعني هو احتج ربما على السعوديه ايضا، ربما احتج على القوى السياسيه اليمنيه، ربما ايضا وجد نفسه ايضا غير لكن قادر في على المقابل، او احداث فرق. يعني في المقابل دكتور علي، إذا كان وجود الرئيس مثل عدمه، لكن منذ المبادرة الخليجية ومنذ مؤتمر الحوار قبل يعني بعدها، تحديدا في المبادرة الخليجية عملت كل الاتفاقات بعدها على تكريس سلطة هذه كمرجعية لكل السلطات والأحزاب، إلى أي مدى هذا أسهم في إفساد الحياة السياسية، تحويل الوضع إلى ما يشبه الملكية في اليمن أكثر مما هو جمهورية؟ دعنا نتذكر ان الرئيس هذا هو رئيس توافقي، يعني الجميع توافق عليه باعتباره الحل الافضل والمقبول من جميع الاطراف التي كانت تتصارع من اجل تنفيذ مشروع معين وايصال اليمن الى بر الامان. وهناك كان مشروع معين هو مشروع حوار وطني واقرار الدستور وانزال الاستفتاء ثم دخول الى انتخابات رئاسيه وبرلمانيه، هكذا كانت الخطه، والرئيس هذه كان المفروض ان يكون منصبه لهذا، وذلك وضع في موضع المرجعيه الاساسيه لكل الاحزاب السياسيه اليمنيه التي لم تتفق ولا تتفق الا على شيء واحد، لم تتفق الا على شيء واحد ومرجعيه الرئيس هذه. لكن مع ذلك انه اعطي صلاحيات، يعني اعطي واجبات من دون صلاحيات حقيقيه، الرئيس هذه حمل باشياء كثيره. طبعا احنا لا نريد ان نظلم الرجل، يعني لكن هو صحيح يتحمل المسؤوليه، ولكنه حمل بمسؤولية كبيرة ولكن لم يكن لديها السلطة الكافية لذلك، أعني السلطة الحقيقية الواقعية ليس السلطة الدستورية. نعم لم يكن يستطيع التأثير على الجيش بذلك القدر، السلطات الأخرى الأمن وغيرها وحتى مؤسسة الدولة الأخرى لم تكن تحت يده بالكامل. الرئيس هذه نفسه قال يوما أنه سلم من الرئيس علي بن صالح العلم فقط، ولكن الدولة لم تسلم له ولم يستلم منها شيء. وبالتالي الرئيس منح مسؤوليات كبيره، كلف مسؤوليات كبيره، ولكن الصلاحيات الحقيقه التي منحت له لم تكن كافيه، يعني لم يكن لديه القدره دكتور العمليه الحقيقيه لكن من اجل تنفيذ. لكن دكتور، خلال الفتره التي كانت بعد المبادره الخليجيه كان هناك يعني مجلس الامن اجتمع في اليمن، اقام احدى اجتماعاته في اليمن دعما للعمليه السياسيه برئاسه الرئيس هادي، هناك قرارات دوما ما تدعم السلطة الشرعية للرئيس هادي. يعني يقول كثيرون لو كانت هذه القرارات وهذا الإجماع الدولي على الرئيس هادي لأي رئيس آخر لكان انتقل بالبلد إلى مرحلة أخرى، لكن الرجل يعني حتى هذا صحيح. يعني حتى هناك الكثير من الأشياء في صنعاء، وصول الحوثيين إلى صنعاء، مسألة القصة ذهابه من صنعاء إلى عدن ثم من عدن إلى عمان إلى الرياض، بقائه في الرياض، تقول أن لديه الكثير من الأشياء لكنه لا يقوم بشيء، أن تقول الآن العكس. هذا هو الواقع، هذا الواقع. أولا يعني مرة أخرى دعني أقول عبارة مهمة أنا أريد أن أقولها. أول شيء أنا أختلف مع الرئيس هادي ولكن لا أختلف عليه، أختلف معه ولكن لا أختلف عليه. نعم في أدائه هناك نستطيع أن نقول الكلام الكثير، ولكن عليك باعتبار انه الرئيس توافقي اتى لتنفيذ مهمه معينه استطاع انجاز جزء منها. نحن نتناسى شيء مهم للغايه، ان مؤتمر الحوار الوطني انجز مهماته، ان وثيقه الدستور الاتحادي انجزت وتم انجازها وتم صياغه مسوده لهذا الدستور، وكانت تبقى فقط مساله نقل هذا الدستور الى الاستفتاء الشعبي والدخول في مرحله الانتخابات الرئاسيه والنيابيه. ما جرى اصلا انقلاب، ليس انقلابا سياسيا على هذا، هناك انقلاب عسكري تم. يعني مسألة كانت العملية السياسية تمر، صحيح أنها كانت تمر ببطء، كانت تمر بنوع من المناكفات هنا وهناك، الرئيس هادي لم يستطع إدارة الصراع بين القوى السياسية اليمنية، الرئيس هادي لم يعني ربما تباطأ هنا في اتخاذ القرار هنا وتباطأ هناك ربما، ولكن لم يكن لديه خيارات كثيرة، وبالنتيجة هو أنجز شيئا ما، لدينا دستور موجود مستند دستور، كان ينتظر فقط تحويله للاستفتاء الشعبي والدخول في مرحلة أخرى هي مرحلة الانتخابات. تم انقلاب على هذه الخطوات بالقوة العسكرية الحوثيون يعني. وأنت تتحدث الآن، أنا أتذكر تواجد الرئيس هادي في عمان. نعم
وأنت تتحدث الآن عن كل هذه الخطوات، أنا أتذكر أن الرئيس هادي كان في عمران ويرحب ب يعني قبل دخول الحوثيين إلى صنعاء، يقول أن عمران عادت إلى حضن الدولة. هذه شوف هذه قصص، هذه قصص نعم، دعنا نقول لك هذه قصص أكبر موضوع اليمني. هناك ما جرى في عمران دخول الحوثيين، هذا هناك ترتيبات إقليمية تمت يعني، وكان ليس فقط الرئيس هادي هو جزء منها، ولكن أيضا الرئيس السابق علي عبد الله صالح والكل كان تقريبا مشارك فيها يعني، وكان لديهم علم، والإصلاح كان يعلم أن هناك مؤامرة أو القوى التي كانت يعني تستهدف في دخول صنعاء، دخول الحوثيين صنعاء، كان لديها معرفة أن النظام الإقليمي وقوى دولية كانت تريد التخلص منهم يعني. المسألة الموضوع كان أكبر من الرئيس عبد المنصور هادي، وتم التنسيق له مع مشايخ قبائل ومع الرئيس السابق ومع قوى سياسية أخرى موجودة على الساحة. ودور الرئيس هنا طبعا دور ينتقد، طبعا دور ينتقد، ولكنه أيضا لا يتحمل وزر وحده يعني. كما قلت لك عندما تسلم الرئيس هادي، حتى نكون موضوعين اصلا، وحتى ندرك ان نبحث عن مخرج حقيقي لما نحن فيه الان، لا نريد ان نحمل الرجل كل المساوئ. نعم يتحمل الرئيس هادي جزء كبير من المسؤوليه، ولكن ايضا القوى السياسيه كلها تتحمل جزء ايضا من المسؤوليه. الحكومه التي تم تشكيلها بعد حكومه الوفاق او حكومه التقاسم الحزبي بعد الثوره في عام 2016 تتحمل جزء كبير من المسؤوليه. الاحزاب السياسيه التي بعد تشكيل الحكومه التي تنازعت على المناصب والمراكز والسلطات، والتي ايضا ابتزت الرئيس هادي من مناصب معينه، القوى السياسيه والقوى الاجتماعيه ايضا ابتزت الرئيس هادي، التي كانت يعني تبتزه بالدعم، بتقديم الدعم له في مواجهه الرئيس صالح والقوى التي سأسألك على ابرز حلفاء الرئيس هادي دكتور. سأسألك عن أبرز حلفاء الرئيس هادي، لكن قبل ذلك دعنا نشك معنا في الحوار السيد نجيب شحرة المحلل السياسي الذي انضم لنا عبر الهاتف من صنعاء. ورحب بك سيد شحرة. إذن أنت تكتب دائما باستمرار بالأصح على يعني دعما للرئيس هادي، دعما لشرعيته بالرغم من كثرة منتقديه، لماذا أنت مع الرئيس هادي؟ مساء الخير عليك وعلى ضيوفك وجميع متابعيك. أهلا بك. في حقيقة الأمر دعنا نرى يعني ننظر للغياب هذا من الزاوية الإيجابية أو من المنظور الإيجابي، نشوف مؤشرات يعني هذا الغياب. أولا مؤشر قوي على حجم التآمر على اليمن. ثانيا مؤشر أكثر أهمية لحالة الانكشافات التي تتم. لابد أن ننظر للرئيس هادي مش من المنظور الشخصي أو المنظور الحضور المادي، لابد من نظر للرئيس هادي من زاوية المشروع. هذا الرجل لا يمتلك جيش، لا يمتلك حزب، لا يمتلك قبيلة، استطاع في فترة زمنية قياسية وينجز الكثير، وكان وخيب أمل كثير من العاهات المحلية والخارجية. في زمن قياسي استطاع عقد مؤتمر الحوار الوطني، واستطاع ينتزع المشروع الوطني اللي هو مخرجات الحوار، ويعني وبذلك استطاع أن يسيل الثورة، ينقلها من مرحلة الثورة إلى مرحلة المشروع البرنامج المؤيد محليا والمعزز دوليا. إذن هنا ما لم يستطع فعله علي سالم في حرب 94، كان يمتلك الجيش والشعبية والحزب والجغرافيا، ولكنه انتزع وثيقة العهد ولم يتمكن من الحفاظ عليها. بينما هادي بدون هذا كله انتزع مشروع بناء الدولة اليمنية الجديدة، وإلى الآن هي مشروع. إذن ننظر للأمر من جانب صراع المشاريع. صراع المشاريع واضح، لكن هل الشرعية، هل هذه المشاريع شك يعني شك على بياض كما يقال؟ الرجل 5 سنوات مقيم في الخارج سيد شحرة، إلى الآن نعم. الكثيرون يقولون أنه فاشل في إدارة المعركة. الشرعية التي يرأسها تخسر كثيرا من المعارك، من عدن إلى المهرة إلى الجوف، وحتى الإنقلابيين في المقابل يتقوون، وهناك انقلاب حدث. يعني لو كان هادي قادر، وهذا المشروع الذي تحدث عنه أنت يسير في طريق النجاح، ما كان حدث انقلاب آخر في المحافظات الجنوبية في عدن تحديدا. كلام جميل.
هذا الـ 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 هذه الـ الاستفسار هذا يوضح يعني ازدواجية يعني الأجندة الخفية والأجندة المعلنة. نحن أمام تحالف أعلن في البداية تحالف استعادة الشرعية، لكنه في حقيقة الأمر يمتلك أجندة خفية. هذا يعني بمعنى الرئيس هادي يحارب كل أعداء اليمن بوقت واحد، وهذه الأجندة الخفية انقلاب صنعاء، انقلاب على السلطة، انقلاب سياسي، وهو انقلاب مدان بقرار دولي. لكن ما يحدث في عدن انقلاب على الدولة، على شرعية وجود الدولة، وهذا الانقلاب نفذه ما يسمى بالتحالف. إذا بيت القصيد هنا لدينا اليمن تتعرض لمؤامرة كبيرة، هذه المؤامرة الكبيرة تحت عنوان أو سيناريو له سقف كبير، والسيناريو هذا يتساقط. خلال 5 سنوات جربوا أعلى سقف الذي هو مرحلة تقاسم الجنوب، شافوا ما فيش فايدة. موضوع الكونفدرالية وموضوع المجلس الانتقالي كبديل للمشروع الشرعية اللي هي مشروع مخرجات الحوار، لكن هذا المشروع سقط. سكوت هادي كان عامل مساعد لتعرية هذه المشاريع. هم الآن في حالة انكشاف، وهم في حالة ورطة كبيرة في اليمن. وإلى الآن المشروع، لأن الحرب في اليمن مش على مشكلة، الحرب في اليمن على حل، على الحل. الحل كان جاهز، وكنا على وشك إقرار مسودة الدستور والاستفتاء عليه، لكن رحلة التحالف أو رحلة الجوار في اليمن عبر 5 سنوات حرب هي رحلة البحث عن النظام البديل العطاش، لأنه النظام السابق كان الممثل الوحيد لمصالح تلك الدول في اليمن. لا تنسى أنه من أسباب تصدع العلاقة بين التحالف والرئيس هادي موضوع إسقاط واتفاق تأجير بناء عدن، أسقطه خلال فترة أيام حكومة باسندوا ووزير النقل باديب. هذا عدن تشكل بالنسبة للإماراتيين مشروع استراتيجي، وعفاش تم تأجير الميناء لمدة 50 سنة خلافا لوثائق المناقصات التي أنزلتها الوثيقة اللجنة العليا للمناقصات التي كانت تتضمن 25 سنة. بإسقاط هذه الدخل هذه بخط تماس مع الإماراتيين، وتم تسليم، أنا لا أعترف بتحرير عدن، تم تسليم عدن، عفاش سلم عدن للإماراتيين بشرط عدم دخول الشرعية وعدم دخول هادي. إذن مشروع تقسيم الجنوب وانفصال الجنوب والكونفدرالية هذه كلها مشاريع أو سيناريوهات بديلة تم تجريبها خلال كل سنوات الحرب، ما في شهيدة. لم يتبقى الآن سوى مشروع الشرعية الذي هو القابل للبقاء. طيب سأعود إلى هذه النقطة سيد شحرة، لكن قبل ذلك دعني أسأل الدكتور علي العبسي. سألتك دكتور علي، من هم أبرز حلفاء الرئيس هادي؟ من يدعمه الآن؟ يعني حسب ما نراه يعني امام العيان، هي الحزب السياسي اليمني، اغلب الحزب السياسي اليمني، سواء كان التجمع اليمني للاصلاح، جزء كبير من المؤتمر الشعبي العام، ايضا حزب مثل الاشتراكي والناصري، هي يعني تظهر انها تدعم الرئيس هادي وتقف معه في نفس الجانب. يعني على ارض الواقع هناك اوضاع مختلفه، يعني ودعمها الرئيس هادي ودعم مشروط وليس دعما يعني لموقف الرئيس او المشروع الذي ينادي به الرئيس. للاسف الشديد الحزب السياسي اليمني جميعا دون استثناء اثبت التجربه، وبالذات التجربه الاخيره خلال تجربه الحرب وتجربه ما بعد الثوره، ان احزاب لا تنظر لمصلحه الوطن الا من خلال مصالحها هي، مصالحها الحزبيه وايديولوجياتها، وحتى احيانا مصالح اعضاء الحزب وقادته.
وبالتالي كما رأينا، نحن رأينا وشاهدنا في أكثر من مرحلة تاريخية أن الرئيس هادي تعرض للابتزاز من قبل الأحزاب السياسية، والتي تصارعت على النفوذ وتصارعت على المناصب وتصارعت على المراكز وتصارعت يعني حاولت أن ترث الجزء الذي أخذ من سلطات الرئيس السابق علي عبد الله صالح، وأن ترث سلطته أن تكون وريثا له وليست ثائرة عليه. يعني الرئيس هادي كما قلت لكن يعني من على من يعول؟ ليس لديه خيارات كثير. على من يعول الرئيس هادي، هذا؟ شوف خلينا نكون أكثر صراحة. الرئيس هادي وكما قال ضيفك في صنعاء، ماذا يمتلك الرئيس هادي؟ الرئيس هادي لا يمتلك قوة مسلحة تحت يده. هناك بعض الألوية التي ربما باعتبار أنها مكونة من مناطق في أبين، هي مسقط رئيس الرئيس ولديها نوع من الالتزام المناطقي تجاه الرئيس، وهو قادة عسكري لهم التزام تجاه الرئيس، ولكن ليس اكثر من ذلك. مغلب غالبا في الجيش يعني ليس للرئيس نفوذ حقيقي عليه، نفوذ حقيقي واقعي عليه. كان الجيش السابق طبعا نفوذ الرئيس صالح وقادته، والجيش الجديد ايضا تحت نفوذ بعض القاده، يعني علي صالح الاحمر، علي محسن الاحمر وغيره من القاده العسكريين. سياسيا الرئيس ليس لديه حزب يستطيع الركون عليه، حتى الجزء الذي محسوب عليه من المؤتمر الشعبي العام ايضا يعني يبتزل الرئيس ايضا، يطالب بمناصب ويطالب بجزء من السلطه دون ان يقدم شيء. يعني بقيه الاحزاب ايضا الرئيس ليس لديه فعلا وجود على ارض الواقع. يعني مؤسسه الدوله لم تكن هناك مؤسسه دوله، كانت هناك سلطه الرئيس علي عبد الله صالح، وكان يديرها بالاتصال بالعلاقات الشخصيه، كان يعين اشخاص في مواقع معينه تدير له هذه السلطه. لم يكن لدينا دوله حتى يرث الرئيس هادي ويستطيع من خلالها اخراج اليمن الى بر الامان. الرئيس هادي لم يكن لديه ادوات. الرئيس هادي الان هو يعول ولديه، اعتقد لديه ادراك ان الطرف الوحيد القادر على التعويل عليه هو تحالفه مع المملكه العربيه السعوديه، باعتبار السعوديه بما لها من نفوذ على اليمن وبما لها من قوه اقتصاديه وعسكريه تستطيع دعم الرئيس هادي وتستطيع دعم سلطاته في اليمن. ولذلك راينا هذا التحالف مع الرئيس. الرئيس هادي لا يستطيع الركون، وقد اثبت التجربه التاريخيه وفي اكثر من مرحله انه لا يستطيع الركون على اطراف محليه، لانها هذه الاطراف المحليه تبتز الرئيس. طيب. الرئيس الآن يراهن على الدولة السعودية، يراهن على السعودية لتنفيذ المشروع. صحيح السعودية متطلبة، صحيح السعودية تريد نفوذ هنا وهناك، صحيح السعودية لديها مصالحها ولديها خططها الخاصة، لكن الرئيس يحاول إدارة علاقته مع السعودية في ضمن الحد المقبول وإعطائها نوع من المصالح المقبولة والتي يستطيع القبول بها الشعب اليمني، ولكن في مقابل تنفيذ المشروع الذي ينادي به الرئيس هو اليمن الاتحادي. هذه مراهنة الرئيس، هل هي صحيحة؟ هل هي غير صحيحة؟ هذا ما سنراه في الفترة القادمة. وابحث النقطة دكتور، ليس لدي كقائد الرئيس ليس لدي أي أدوات لتنفيذ مشروعه على أرض الواقع. كل الأحزاب ضده، كل الأحزاب هي يعني تعمل مصلحتها الخاصة، وإذا وهذه الأحزاب هي إذا يعني ترى مصالح الوطن من ضمن مصالحها. وأننا لدينا تجارب، تجربة تعز، نحن نشاهد الصراع بين الأحزاب السياسية هناك، رغم أن يعني رغم ان المفترض ان المدينه تعز تصبح واحده من افضل المناطق واكثرها انسجاما اجتماعيا وثقافيا، ولكن نشاهد الانقسام الحزبي والعشائري ايضا هناك، وهناك ايضا مناطق اخرى للاسف الشديد نشاهد هناك صراعات. الرئيس هذه كما قلت لا يمتلك اي ادوات حقيقيه. طيب في هذا السياق يعني ربما هناك نقطه اخرى او يعني محور اخر دعنا ننتقل اليه دكتور علي، وارحب الان بمن ينضم لنا عبر السكايب من كندا الخبير القانوني محمد شويطر. واسالك سيد شويطر، يعني كثير من الاحيان تتسرب انباء عن وفاه الرئيس هادي، لكن هذه الانباء لم تثبت صحتها في دائم، يعني دائما تثبت عدم صحتها. ماذا اذا صحت في يوم من الايام؟ كيف سيكون وضع الشرعيه القانوني برايك؟ مرحبا بك سيد وجيه وبالسادة المشاركين. حقيقة أنا من وجهة نظري المسألة لا تتعلق فقط بموت الرئيس هادي، لا شك أن موته سيسبب غيابا دستوريا وإشكالية كبيرة، لأن الرئيس هادي وصل إلى السلطة كما نعلم جميعا وفق توليفة من الشرعية قائمة على توافق سياسي و جانب دستوري وانتخابات إلى آخره. لكن من وجهة نظري المسألة لا تتعلق فقط في حال موت الرئيس هادي، المسألة من وجهة نظري أنه هادي يمثل حلقة من حلقات أو مؤسسة الرئاسة هي حلقة من حلقات الشرعية، فالشرعية هي مجموعة مؤسسات الدولة الدستورية تتمثل بلا شك أهمها الرئاسة
وهناك مجلس النواب وهناك المحكمة الدستورية أو مجلس القضاء. الرئيس هادي ولا شك أنه يمثل أعلى هذا الهرم، لكن المسألة لا تقتصر فقط على موته، ولكن حتى في حال بقائه يجب أن يكون هناك نظر ووصول إلى حالة من التوافق السياسي. للأسف أننا نعول على القوى السياسية المتواجدة والتي أثبتت عجزها، لكن نعول على الجانب الأخلاقي أن تقوم بأقل بآخر واجب أخلاقي، وهو إيجاد آلية لتبادل السلطة حتى مع بقاء الرئيس هادي حيا. يعني من غير المقبول أن يظل الرئيس هادي هو رئيسا بدعوى استمرار الحرب إلى ما لا نهاية، فالحرب قد تبدو أنها مطولة، ويجب البحث عن خيارات دستورية وقانونية. أنا ما أدعوه هو إلى البحث عن خيارات دستورية وقانونية حتى مع بقاء الرئيس هادي حيا، بغض النظر يعني بغض النظر عن التكهنات حول سبب اختفائه من عدمه، بغض النظر عن إيجابياته أو سلبياته، يجب أن يكون هناك الوصول إلى حل أو توافق سياسي وقانوني. لكن لماذا يعني يقول سيد نجيب شحرة، يقول كثيرون أيضا أن يعني في نهاية المطاف هذه ما يمثل الرئيس هادي الشرعية يجب أن يستمر، مشروع اليمن الاتحادي يجب أن يتحقق، هذا الخيار الأفضل لليمنيين، وهذا من إنجازات الرئيس هادي خلال الفترة الماضية، وقد كان اليمنيون قاب قوسين أو أدنى من الحصول على دستور جديد أو التصويت عليه. إيجابيات وسلبيات الرئيس هادي اللي ذكرها السيد سواء شحرة أو غيره، ولكن المسألة أنه من الخطأ اختزال هذه المكاسب أو الشرعية في شخص الرئيس هادي. يعني لو توفى الرئيس هادي فهل معنى ذلك أن الشرعية انتهت من نظر الداعمين لها؟ بلا شك سيقولون لا، وأن هناك خيارات يعني سواء دستورية أو توافقية. يعني وإن صحت هذه الإيجابيات في رصيد الرئيس هادي، فذلك لا يعني أن يعطى سكاً على بياض للشرعية بأن تستمر وتمارس وأن تكون في السلطة دون حسيب أو رقيب. هذا الوضع حقيقة أوجد شبكة فساد ساهمت في استمرار الحرب وأدى إلى خلل كبير، لأنه أوجدت مجموعة من المسؤولين أو من الجهات المستفيدة من أمد الحرب. لازم أن الشرعية وإن كانت هي حجر الزاوية في أي نظام يمنحها حقا فرض القانون والطاعة على الناس، لكنها وسن القوانين، إلا أن هذه القوانين هي أيضا تمثل معيار لمدى شرعية هذا النظام بمدى امتثاله للقوانين وامتثاله لسيادة القانون. فلعل هذه النقطة يعني هامة، في أنه بقاء السلطة وبقاء الشرعية أيضا مرتبط بمدى امتثالها واحترام سيادة القانون. طيب أخذ هذه النقطة، كما ذكرت أنت بقاء هذه السلطة مرتبط بمدى ارتباطها وتحقيقها لسيادة القانون. أسألك سيد نجيب شحرة، إلى أي مدى ترى أن هذا الأمر حدث مع شرعية مع الرئيس عبد الرب منصور هادي؟ أولا أحب أضيف نقطة، على ماذا يراهن الرئيس هادي؟ في اعتقادي يراهن على 3 نقاط رئيسية: قوة المشروع الذي يملك أو الذي تملك الشرعية، فشلهم في فرض المشاريع البديلة وقد يعني وفشلها عشنا كلنا أحداثه، والمجتمع الدولي. المجتمع الدولي في ظل فشل المشاريع هذه البديلة اللي حاولوا فرضها خلال 5 سنوات أصبح على قناعة بمشروع الشرعية الذي هو مشروع مخرجات الحوار والدول الاتحادية. نقطة أخرى، موضوع النخب السياسية أو المكونات النظام السياسي. هذه المرة الجواد تنبه لهذه النقطة، كان من السابق يعتمد على الشخصيات الاجتماعية من المشايخ ورجال القبائل. هذه المرة تنبه للمنظومة السياسية وعمل عملية تهيير جماعي لكل المنظومة السياسية. هي الآن في حالة احتواء، وأغلب قادتها خارج الوطن موزعة في السعودية ومصر، وهذا عمل مقصود ومنظم لإفراغ اليمن من أي نشاط سياسي وإحلال الميليشيات المسلحة كبديل حالة اللا دولة، عمل منظم ليس صدفة.
بالنسبة لموضوع حياة الرئيس هادي، موت الرئيس هادي لا يعني موت المشروع إطلاقا، لأن المشروع يقول لك حبلناها وستلد، انتهى الموضوع. فكل ما في الأمر الترتيبات القانونية والدستورية لإحلال الشخص يعني البديل يعني، وهذا الدستور والقانون الموضح، وخصوصا أنها اليمن تحكمها مرجعيات المعروفة، البطل الخليجية، القرار الأممي، مخرجات الحوار، هذه المرجعيات هي الأساس لأي نظام. طبعا كلنا يعلم بمحاولة إعادة إنتاج نظام عفاش من حراس الجمهورية إلى أحزاب إلى كذا، هي محاولة لإضعاف الشرعية وتحويلها من سلطة شرعية إلى طرف، لكي يتسنى لهم تشتيت القرار اليمني وبالتالي إضعاف، لأنه كانوا معتمدين اعتماد تام على النظام السابق في تمرير كل مخطط. هذا النظام انتهى، جاءوا بانفسهم لليمن، صنعوا سلفية، صنعوا حراك، صنعوا حراس جمهور، ما في شيء. لو تمكنوا من خلق واقع جديد كانوا يتجاوزوا مخرجات الحوار، وكنا ندخل يعني بسيناريو البديل، لكن الحمد لله إلى الآن كل السيناريوهات فاشلة، ومشروع الدولة الاتحادية هو المشروع الذي ستقف اليمن عليه وتنطلق، واليمن سيكون أكثر صلابة عما كان في السابق. الناس يعملون ذلك بطبيعة الحال، لكن ربما من يرى الواقع قد يختلف معك سيد نجيب شحراء. على كل حال أشكرك على تواجدك معنا. من عمق الشر يخرج الخير إن شاء الله بإذن الله. إذن أشكرك سيد نجيب شحراء المحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من صنعاء. بالعودة إليك دكتور علي العبسي، في سياق الحديث يعني يبدو كثيرا أنك تعطي الرئيس هذه فرصة أخرى ربما إن صح التعبير، لازلت مؤمل بالرجل، هل هناك ما تراهن عليه به؟ يعني أنا دعني أكرر لك ما قلته، يعني أنا أختلف مع الرئيس هادي، وأعتقد أن كثيرين أيضا من المراقبين يختلفون مع الرئيس هادي من ناحية الأداء، من ناحية طريقة إدارته للأزمة وطريقة إدارته لما يجري في اليمن وطريقة إدارته للتحالفات الداخلية والخارجية، سواء مع القوى المحلية ولا مع القوى السياسية المحلية أو مع المملكة العربية السعودية والقوى الإقليمية والدولية الأخرى. نعم هذا شيء نختلف مع الرئيس هادي في أكثر من نقطة فيه، ولكن لا نختلف عليه. الرئيس هادي هو الممثل الوحيد والمتبقي للدولة اليمنية. إذا انتهى الرئيس هادي، إذا انتهى يعني لا قدر الله بالموت، فإننا الدولة اليمنية ستفقد آخر رمز لها، وستفقد آخر دعامة لها، وستنتهي بعد ذلك الدولة اليمنية. ودعني أناقش معك سيناريو إذا لا قدر الله توفى الرئيس هادي، مهما كانت السيناريوهات الممكنة، يعني تصعيد نائب الرئيس أو اختيار شخصية جنوبية أخرى تولي المنصب أو كيف ما كان السيناريو الذي سيتم بموجب استبدال الرئيس هادي أو تعويض الرئيس هادي، لكنه سيكون بقرار إقليمي ودولي، ولن يكون اليمنيين أي دور. لكن دكتور هناك أيضا من يقول، هناك أيضا من يقول أن ما يقوم به الرئيس هادي يصل في بعض الأحيان من سماح بهذه الممارسات أو غض الطرف عنها، يصل إلى درجة من ممارسات تجري على الأرض اليمنية، يصل إلى درجة خيانة الوطنية في نهاية المطاف. إلى متى يمكن السماح أو أن يستمر الرئيس هادي في ذلك؟ كما قلت نحن نختلف معه في إدارته، بالذات تحالفي مع المملكة العربية السعودية وبعض السلوكيات، طبعا نختلف معه تماما أيضا يعني، ولكن أيضا كما قلت نحن ليس لدينا خيار آخر في هذه اللحظة التاريخية، في هذه اللحظة التاريخية ليس لدينا خيار آخر بديل عنه، ونسمي أي خيار آخر ونناقش أي خيار آخر، لا يوجد، لا يوجد لدينا خيار آخر غير التمسك بشرعية الرئيس هادي والركون على الرئيس هادي، حتى مع كل الخذلان الذي شاهدناه في المراحل السابقة. دعنا نقول أيضا الرئيس هادي ليس بذلك السوء، الرئيس هادي لو كان يعني مستلب الإرادة كان بشكل كامل سواء للإمارات أو حتى للسعودية لكان موجودا الآن في اليمن، لتركته المملكة العربية السعودية تواجد في اليمن ويعزز سلطاته
ويمارس سلطته كرئيس باعتبار انه اذا الشخص المناسب لهم، ولكن لانه ليس الشخص المناسب لهم، ولانه شخص الرئيس هادي ما زال يقاوم هذه الاطماع ويقاومها ويحاول التوافق بين 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 احداث نوع من التوازن بين مصالح اليمنيه، مصالح الوطنيه العليا اليمنيه، وبين مصالح هذه الدول التي تبحث عنها في اليمن. هو ما زال ايضا تحت يعني ليس اقامه جبريه، ولكن لا يدعم بالشكل الكامل. السعوديه لا تدعم الرئيس هذه بشكل كامل. لماذا لا تدعم بشكل كامل؟ لانها لا تضمنه بشكل كامل، لانها ليس في جيبها، ليس ان الرئيس هذه ما زال لديه اراده حره، ما زال قادرا على اتخاذ قرارات، واتخذ هو قرارات في بعض اللحظات التاريخيه ضد الاراده السعوديه. يعني هناك ايضا بصيص امل. نعم مشكله الرئيس هذه ليست في ارادته، او مساله انه يعني يخضع للاراده السعوديه او الاماراتيه، هو لا يخضع لهما ابدا، ولكنه ليس لديه خيارات يستطيع من خلالها اداره المعركه. كما اقول مره اخرى اعيد ايضا، الرئيس هذه ليس لديه حلفاء اقوياء او لديه سلطات حقيقيه في ارض اليمن، في الارض الواقع ليس لديه حلفاء. ما تدار عن طريق تحالفات قبليه وتحالفات مع احزاب سياسيه، تعز ايضا شباب، وايضا مناطق، هناك مناطق كثيره هي ملتزمه للاحزاب اكثر ما هي ملتزمه للدوله بحد ذاتها. فبالنتيجه الرئيس هذه ليس لديه القدرات، يعني ليس لديه ادوات القادر من خلالها ان يدير صراعه او يدير التحالف مع السعوديه. وهناك من يرى انه يعني هو الرئيس هذه هو من يعني يضعف نفسه بشكل او باخر بطبيعه الممارسات او طبيعه الممارسه السياسيه التي يقوم فيها. لكن دعني اسال السيد محمد الشويطر. السيد الشويطر، يعني فيما يتعلق بالوضع، كيف يعني يمكن الخروج من الوضع الذي نحن فيه الآن؟ أنت تحدثت أن هناك قانون يجب أن يسري على الجميع، هناك مساءلة يجب أن تتم. قبل ذلك أحب فقط أن أنبه إلى نقطتين في الحديث عن بعجلة. ما تحدث به الأخ السيد نجيب عن المرجعيات، أن لدينا مرجعية دستورية ومرجعية المبادرة الخليجية. حقيقة لو عدنا إلى هذه المرجعيات سنجد هناك صعوبة في تطبيقها على الحالة الراهنة وحال يعني موت الرئيس هادي أو اختفائه عن السلطة. فلا الدستور قادر أن يلبي الحالة الراهنة، لأنه وفقا للدستور فمعنى ذلك أن خليفة الدستور سواء خليفة الرئيس هادي، نائبه، ثم رئيس مجلس النواب، ثم يعني رئيس الحكومة على التوالي ولمدة 60 يوما، يعني النص الدستوري لن يكون مساعدا لنا هنا. والمبادرة الخليجية حددت الرئيس هادي ولم تحدد من يخلف الرئيس هادي باعتبار أنه كان محدد له سنتين ثم تم التمديد. أيضا أؤكد على أن المسألة أن اعترافنا بشرعية الرئيس هادي، وأنه ما زال الرئيس الشرعي الممثل لليمنيين محليا وداخليا، لكن هذا لا ينبغي أن يكون مبررا لأن نقول بأن موت الرئيس هادي هو موتا للدولة. يجب، ولهذا الواجب الأخلاقي سواء على الرئيس هادي وعلى القوى السياسية التي ما زالت في إطار الشرعية أن تبحث عن خيارات إن كانت حقيقة حريصة على الشرعية وليس على مصالحها ومناصبها الشخصية، البحث عن آلية تنتقل فيه السلطة لشخص عقب الرئيس هادي، ويفضل بل لازم أن يكون ذلك في حال حياته، تجنبا لماذا تفضل به الدكتور علي من الابتزاز الإقليمي أو المحلي من شخصيات من الأحزاب السياسية أو القوى الخارجية. ماذا يجب على الرئيس هادي أو على الشرعية في اليمن أن تقوم به؟ أولا عليها أن باعتبار أننا بلد تقوم شرعيته على الديمقراطية وهكذا يعني على مشاركة الشعب، أن تتوقف عن حالة النخبوية وممارسة أن يكون الشرعية قاصرة على قيادات سياسية محدودة. عليها أن تبدأ بإشراك على الأقل المجتمعات المحلية في المناطق التي تحت سيطرتها، مأرب، شبوة وغيرها. عليها أن تعود إلى هذه المناطق وممارسة واجباتها وصلاحياتها الدستورية، لا على الاعتماد على يعني الحكم عبر تويتر أو عبر من بعد. غياب الدولة يخلق تساؤلا قانونيا عن قيام عن الدولة ليست والشرعية ليست شيكا على بياض، ليست حقوقا للطاعة دون واجبات تقوم بها الدولة نحو مواطنيها. عليها أيضا أن تحرص على أن يعني أن لا تعتمد كما ذكرت، لا تعتمد على الدعم الخارجي دون أن تعزز وجودها على الواقع،
ودون أن تعود إلى أرض الوطن وتمارس صلاحيتها من الداخل، أن تحترم سيادة القانون، بمعنى أن تنظر إلى الشرعية لا كشخص الرئيس، ولكن تبدأ باحترام القوانين وإيجاد آلية تعزز فيها سيادة القانون. شكرا لك إذن سيد محمد شويطر الخبير القانوني، كنت معنا عبر سكايب من كندا. الشكر موصول أيضا للدكتور علي العبسي المحلل السياسي، كان معنا عبر السكايب من برلين بألمانيا. شكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات طاقمي العمل الفني والتحريري، في أمان.